انتم الله حك ربنا ما راح لنا. الحاجة صفية بغاشة تبلغ من العمر 107 سنوات، ولا زال تصوم شهر رمضان كاملا إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم، وأداؤها لعبادة الصوم تعتبرها أعظم شيء تمارسه في الشهر الفضيل. عندها 107 سنين، تنوض الصباح تصلي، تعاود تولي ترقد شوية، الصلاة تصليها في وقتها، ودايما على بالك هي ما تسمعش الأذان دوك، تما ما تسمعش مليح، كل ساعة تهرج، كل ساعة ما تدن ما تنت لاني بديت ينتعط وكل شيء أرمو به، لكن الدلابية والحلوة عندما يشدها الحنين إلى عبق الماضي تراها تقتلع الكلمات بكل فخرة، وهي تسرد حكايات عن رمضان الأمس. ولا احنا تايما احنا فرات ديتنا بشريك انا يخدموا للشيدي نكونوا دي الدار ما كانش الشيدي برا، فهمت؟ حنا نرحيو كم حوت شعير ولا دا ولا دا فوجل باش نديرو باش نديرو عشانا ماشي كيف كيف كان انا ناكل الطعام ونعشو. الحاجة صفية مثال يحتذى به في التقوى وحب الله والثبات في أداء الفرائض والطاعات رغم أنها بلغت من العمر عتية.